اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. ترند الترند النهارده عندي ثلاث عناوين بثلاث موضوعات مهمه جدا ومختلفه، عشان في حاجات محتاجين نوضحها للراي العام ونبرزها عشان الناس تبقى فاهمه الدنيا ماشيه ازاي في كل عنوان وفي كل موضوع هنتكلم فيه. اول حاجه، وده كان عنوان حلقه النهارده، الاهلي يوضح موقف كهربا والشحات للفيفا بالنسبه طبعا لفكره اختراق الفقاعه الطبيه والقرار اللي صدر من اللجنه المنظمه للفيفا بعد مباراه بايرن ميونخ، بناء طبعا على تعليمات الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وبعثة فريق الكره في المونديال الانديه. قام المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي والمنسق العام للبعثه بارسال خطاب الى الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا صباح اليوم، يوضح فيه موقف اللاعبين حسين الشحات ومحمود كهربا بخصوص عدم التزامهما بالاجراءات الاحترازيه عقب نهايه مباراه الاهلي والبايرن التي جرت مساء الاثنين الماضي في الدور نصف النهائي للبطوله. جاء في الخطاب تأكيد الأهلي على احترامه الكامل للوائح الفيفا وطبعا لوائح المنظمة للبطولة، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لا سيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدا عن أي أمور أخرى. أعتقد تصرف واضح جدا وتعليمات كانت مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب عشان توضيح الموقف أمام مسؤولي اللجنة المنظمة للاتحاد الدولي، تأكيدا طبعا على التزام بعثة النادي الأهلي بالإجراءات الاحترازية. ومهم جدا أن النادي الأهلي يوضح موقفه كمان بخصوص أن هذا التصرف كان تصرف عفوي بالنسبة لحسين الشحات ومحمود كهربا في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ، وفي دروس مستفادة بالتأكيد من خلال هذه المواقف بقى بالنسبة للفترة اللي جاية، خاصة أن ده أول موقف أو أول مشهد يحدث في فكرة تنفيذ الفقاعة الطبية في بطولات كبيرة زي بطولات العالم. فبالتأكيد إن شاء الله الفترة الجاية يكون في استفادة من هذه الدروس، وبالتأكيد كمان مشاركة فعالة زي ما قلت لكم في البداية، في استفادة كثيرة جدا من أمور عديدة جدا من مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية. بالمناسبة حصل نفس المشهد ونفس الموقف مع فريق أولسان هونداي الكوري داخل فندق الإقامة، وبرضه تمت بعض الإجراءات الاحترازية بعد خروج أحد المدربين من فندق الإقامة بشكل غير يعني شكل كان خاطئ، لكن حصل تدارك للموقف بعد ذلك. في إجراءات معينة في مسألة الفقاعة الطبية، فبالتالي الاتحاد الدولي بيكون حريص على تنفيذها وتنظيمها مع الأندية والبعثات الرسمية اللي بتشارك في الأحداث الرسمية للاتحاد الدولي فيفا. طيب